السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا سيدي عبد الكريم. كيفاش سي الحاج؟ الله يطول عمرك مولاي. كيفاش سي الحاج؟ راك تفوج علينا. أكرمك الله خويا. الله يرحم لك الوالدين. يا ربي يا كريم خويا. يجيك بخير. وراني واحد المرضى ودي سي الحاج راني ضايق به، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. يا جريت حتى خديت والو مرة صافي كنولي لا لا إله إلا الله خويا. أنا ما لا إله إلا الله. قريبا كنت عجري وقفت شي عامين وأنا كنجري والو، والمهم جاب الله عاوتاني مشيت للطبيب، طلعت المكناس مشيت للطبيب تما قال لك أودي عليك أنت بالفقه، وبديت كنجري جاب الله جاب الله الشفاء وزواج وولدت الوليدات وعاود رجع لي داك الشيء. لا إله إلا الله خويا. راني كنجري وربي كبير. اللهم لك الحمد. لا إله إلا الله. الله يشافيك يا رب. عيطت لك وقلت نشوفك على الله. يا ربي يا خويا. ماشي باب مناش ندوز عليك يا مولانا. يا رحمن يا رحيم أخويا. يا رحمن يا رحيم أخويا. الله يشافيك ويعافيك. لا إله إلا الله. الله يشافيك سيدي زي حكيم. الله يشافيك أخويا. وجوابا أخويا سيدي حكيم، هذه الحالة كتوقع لبعض الرجال وبعض الشباب ولها أسباب متعددة. قد تكون ابتلاء من عند الرحمن، يعني ما كاين حتى شي سبب. ربنا عز وجل يبتلي الإنسان بالعطاء والمنع. الله تعالى يبتلي بالعطاء والمنع. قد يبتليك بالعطاء لينظر كيف تصنع، وقد يبتليك بالمنع لكي ترى لكي يرى ما تصنع. قد يكون ده ابتلاء من عند الله، وقد يكون بفعل فاعل. غالبا هذه الأعمال كيقوم بها النساء، ربما عندهم حسابات، عندهم روح انتقام، وكيدخلوا إلى عالم الشعوذة. وعالم الشعوذة للأسف سوق رائجة بين ناس ضعاف الإيمان. هناك ناس ضعاف الإيمان لا يعرفون الله تعالى، وإيمانهم بالله تعالى ضعيف، وإيمانهم بالشعوذة كبير. عندهم يقين في المشعوذين والمشعوذات، ويلجؤون إلى أعمال شيطانية كبيرة لكي يؤذوا الآخرين. هناك من يصنعون له ثقاف، وهذا علوم، صارت علوم الآن للأسف عبر الانترنت. هناك مواقع مختصة تعلم كيف تحصل على هذه العلوم، كيف تجعل الإنسان عنده ثقاف، أو تلقى الإنسان عنده ميولات جنسية غريبة عن طريق التلبس بأرواح خبيثة. هناك عوالم غريبة جدا، ووسائل التواصل الاجتماعي اللي وضعوها أول مرة كانت غايتهم أنهم يديروا بها واحد التواصل بين الناس. حتى اللي اخترعها أول نهار اخترعها كان عنده غير عيد الميلاد، وبغى يبارطاجي الفرحة بينه وبين أحبابه، ولم يكن يتوقع بأن هذا المنتوج اللي صنعوه سيتحول إلى مواقع تواصل اجتماعي تغزو العالم. لم يكن يتوقع هذا الأمر. فالناس استغلوها مناهج شتى، كي اللي خذها في الخير، كي اللي خذها في الكسب المال، كي اللي في الترفيه، كي اللي خذها في الإضرار بالآخرين. على كل حال لا أريد أن أفصل في هذا الموضوع، لكن أريد أن أضع الأصبع عن أسباب العلاج. أسباب العلاج أخي عبد الحكيم هي كتكمن دوما في أن الإنسان يعيد تقوية علاقته بخالقه. الله سبحانه وتعالى هو الدفع من عنده والضر من عنده، هو يسمى الدافع الضار، وهو على كل شيء قدير. فيكفي من الأمور دي العلاج في هذا المجال، وحنا غنتكلم إن شاء الله قريبا على أسماء الله الحسنى وكل اسم وقوته في فعل البشر. الضار الدافع ذو الجلال والإكرام، الباسط الواسع، كل حاجة عندها تأثير عظيم. لكن في هذا المقام والوقت قد ضاق بنا، أنصحك بأن تقرأ سورتين وتواظب عليهم. الأولى سورة قاف،
كتحيد الثقاف قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. سورة قاف اقرأها إنها كتكون حل واحد القفل عند الإنسان صار مغلقا مقفولا إما عنده ثقاف إما يديه رجليه تحبسه إما رزقه تحبس. كنقرأ سورة قاف كتحل ذلك القفل. وكنقرأ بعدها سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا كنقرأها باليقين كنقرأها بالإخلاص وربنا يفتح الأبواب المغلقة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول سورة الفتح كانت مكة المكرمة مغلقة بالنسبة إليه طرد منها وأراد أن يعود إليها فمنع 10 سنين وهو ممنوع. ولما نزلت سورة الفتح فتحت بأبوابها كلها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة الفتح كتفتح الأبواب المغلقة اقرأ قاف والفتح وجميل أن تقرأها في إناء من الماء وتشرب ذلك الماء يسري في جسدك وربنا هو الشافي والعافي وتدعو الله تعالى بعدها بأن يفك عنك هذه الشدائد وهذه الكروب وسوف ترى عجبا. أسأل الله أن يحفظك ويرعاك ويشافيك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم نسألك في هذا الوقت المتأخر من الليل يا رب تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا تلاوتنا للقرآن العظيم وتقبل منا صدقاتنا. اللهم يا ربي ووفقنا للمزيد من الخيرات وفقنا للمزيد من البركات. اللهم وزدنا من الخير ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم افتح لنا أبواب التيسير وأبواب الفرج. يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى. يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم أعداءنا فاكفينا شرهم. اللهم عجل لنا بالفرج. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. قولوا معنا جميعا آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.